شكرا جدا على وجودك معانا، شكرا جدا. وتعالوا ننتقل لفاصل ونروح لندوة كاميرا نهارك سعيد، كانت موجودة في ساقية الصاوي عشان تنقل هناك ندوة لصناع الأفارقة وهي بتقام لأول مرة في مصر. عقد في ساقية الصاوي مؤتمرا صحفيا للتعريف بميكر فير أفريكا، وهو اللقاء للصناع الأفارقة والذي يعقد لأول مرة في القاهرة. فكرة المعرض والتجمع الأفريقي على هذا النحو الحقيقة فكرة ضرورية جدا، وهو مدخل ومعالجة وتناول جديد لعلاقات مصر الأفريقية وبعدها الأفريقي. والحقيقة احنا من أجمل ما في هذا اللقاء إن ما فيهوش أفضليات لحد على حد، يعني دايما كنا متعودين يا إما يبقى في جانب هو اللي متسيد والباقيين بيتبعوه، حد بيزعم إنه له درجة أكثر تميزا عن الآخرين. ميكر فير أفريكا إيفنت بيحصل كل سنة حتة معينة في أفريقيا. الإيفنت يعني أبرانش من أو جزء من ميكر فير اللي بيحصل في أمريكا من 2006. ميكر فير أفريكا حصل سنتين في أفريقيا، السنة دي أول سنة يحصل فيها في مصر. السنة اللي فاتت كان في كينيا 2010، والسنة اللي قبلها 2009 كان في غانا. السنة دي بس يوم 6 و7 و8 أكتوبر في الجامعة الأمريكية هنا في التجمع الخامس. ده من متهيألي من أهم مزايا النوع ده من التجمع بين الشباب، إنه بيندمجوا وبيختلطوا ببعض وبيذوبوا في بعض بدرجة تخلينا نحس بجد بنجاح هذه التجربة، إنه أصحاب الإبداعات والابتكارات على اختلاف أنواعها سواء هي هندسية علمية أو فنية أو أي وسيلة من وسائل طرح الفكر الإنساني بشكل مختلف بما يحقق للجميع الفائدة، هي دي محور ميكر فير أفريكا. اللي هيبقى موجود في الـ في الـ في الـ في, الـ في, الـ في الاحتفال ذات نفسه ناس مبتكرين ومخترعين، وعلى الشق الآخر ناس بيعملوا اكسسوارز للبنات، على شق تاني ناس بيرسموا وبيعملوا ديزاينز، ناس بيرسموا على الأرض، بيرسموا على الحيطة، بيرسموا على أي حاجة. كلمة ميكر تعني صناعة، ولا يقصد هنا بالمواد القابلة للتصنيع، ولكن كل ما يمكن تحويله إلى منتج سواء كان فنيا أو أدبيا. فالإنسان المنتج هو هدف الملتقى، يعرف الآخرين بنتاجاته ويتبادل أفكاره مع المبدعين.